يا سلام مر تقدم، ممكن يمر، ممكن يعبر، هل يمر؟ هنا ما زالت خطيرة، ممكن جول، الله من سجل في مرماهم في آخر المباريات، ما كان له حل السيد فرهاد سوى أن يستدعيه ليضع الكرة في المرمى. النمور تبدأ بالعبور، يسجل حبيب الفردان هدف في هذه اللحظات، هو آخر من سجل في مرماهم، هو آخر من حرك شباكهم، يضع الكرة في المرمى حبيب بعمل جميل، عمل جميل كان في اللقطة الماضية من ياسر حسن، عمل الشيء الحسن في اللقطة الماضية الشاطر حسن لحبيب الفردان، يضع الكرة في المرمى مسجلا أول أهداف المباراة، وبهذه الطريقة تتحرك الشباك. النمور تبدأ بالعبور في هذه اللحظات، وبالتالي هدف. حدث في الجولة الأولى، ما حدث في الجولة الأولى، ما حدث في الجولة الأولى، كان مجرد كبوة، كان مجرد كبوة يا نمور. الله الله الله، هيا بنا إلى العبور. يضع الكرة رامي ريس في المرمى، رامي ريس يضع الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثاني لمصنع الاتحاد، لمصنع جلبة في هذه اللحظة، واحتفالية رامي ريس في هذه اللحظة. نعم، ما حدث في الجولة الأولى كان مجرد كبوة ولمسة. الله يا حبيب، الله على غمزة، شوف حبيب الفردان ما الذي يفعل، ما الذي يفعل في هذه المباراة، بلمسة بهمسة وضع رامي ريس في مواجهتي، في مواجهتي عبد الله سلطان من صمد كثيرا في شوط المباراة الأول، يسقط في هذه اللحظات بهدف ثاني، هدف ثاني يضع رامي ريس في مرمى فريق نادي الظفرة. إذن 2-2، واحتفالية رامي ريس مع ملابا، وبالتالي فرحة جماهير فريق نادي اتحاد كلبة. يا الله على